بزاف على الناس اللي عندهم المسنين في العائله ديالهم او لا في الاباء ديالهم اللي تيعيشوا بوحدهم هما يعني. ولا بد حنا لاحظنا بان فرنسا وقع مشاكل كثيره في اجناء في وقت اللي كان هذا المشكل ديال الحراره الشمس وما توزفت الناس علاش؟ لانه الناس المسنين تنساو يشربوا الماء وما تيراعوش بانه العلامات ما تيعرفوش العلامات بانه راه تينشفوا من الماء. وبالتالي خصنا نشوفوا هاد الناس ونقلبوا عليهم ونقلوهم لمكان بارد والى بانوا لنا بان عياو نلقيو يعني نسترقيوهم ونرفع القدمين ديالهم باش يتمشى مزيان ويشربوا الماء والمشروبات الرياضيه والمشروبات المعالجة الجفاف. ولا كان بان لنا بانه بدا كيدوخ ولا عيا رشوهم بالماء بارد فوق الوجه وفوق الابط البين والرقبه فهاد وخصوصا الا كان هناك الحراره اكثر من 32 درجه فهناك خطر بالنسبه للناس المسنين.